السلام عليكم أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعليم اللغة الإنجليزية. هذا الدرس ديال اليوم يتعلق بزمن الماضي البسيط The Simple Past، اللي كنسميوه كذلك The Past Simple، وكنسميوه The Past Indefinite. Simple Past غادي نشوفوه في هذا اللاكس ديال الأزمنة. نحن هنا في هذه النقطة ديال Present، وهذه Future، و simple past كاين في هذه النقطة اللي كتدل على أن الحدث أو الفعل في نقطة محددة في الماضي، يعني واحد النقطة محددة في الماضي. غادي نشوفوا التفاصيل في درس آخر، دابا هذا درس يتعلق بالشكل فقط. فالشكل ديال simple past كيتكون من في الأفيرماتيف كنجيبو verb كنزيدو ليه ed، هذا هو الشكل ديال سيمبل باست. مثلا to work ed worked، I worked، you worked، etc. to love كنحيدو هذيك تو، بالطبع كتولي لنا بير انفينيتيف، كنقولو loved، I loved، you loved، الى اخره. هنا love كنزيدو غير دي، لأن ديجا عندنا إي. To stop stopped، I stopped، you stopped، he stopped. إذا لاحظتوا هنايا ضعفنا the letter P، ولات stopped double P. كاين مشاكل أخرى في النطق، خفيفة ماشي مشكل، غادي تضبطوها مع الوقت حتى هي. مثلا verb to love عنده ديجا إي، كنزيدو دي كتولي loved، النطق ديالو كيبقى سليم loved د. الى درنا work كنزيدو اي دي كتولي worked. لاحظوا loved worked، في الاول نطقنا د غليظة، وفي الثاني نطقنا د مرققة هي ت. الى لاحظنا في love كتنتهي بحرف مفخم، داكشي علاش نطقنا loved. وورك كتنتهي بواحد الحرف رقيق اللي هو ك، داكشي علاش نطقنا worked. كاين مشكل اخر في want، want كنطقو تنكتبو want بلاس اي دي، وكنطقو wanted. hand كنزيدو اي دي باش كتولي في simple past، كنقولو I handed، you handed. إلا لاحظنا في هاد جوج ديال الأفعال، واحد كينتهي بالساوند ت، وواحد كينتهي بالساوند د. واحد كينتهي بالصوت ت، وواحد كينتهي بالصوت د. ملي كنزيدو إي دي النطق ديالها هي إيد، wanted، handed. هذا فيما يتعلق بإفيرماتيف. نشوفو انتروغاتيف، ملي كنبغي نطرحو السؤال كان تيخصنا نجيبو اوكزيلوري دو ونصرفوه في الباست اللي هو ديد، عاد نستعنو به كيولي لنا ديد. مثلا انس لايكت ذا ماتش، انس لايكت ذا ماتش. السؤال ديالنا اللي غنطرحو هنا did Anas like the match، جبنا did استعنا بها على طرح السؤال وحطيناها قبل subject، وعاد حطينا من مورا subject verb like. did Anas like the match، ودرنا question mark. بقات لينا لا فورم الثالثة، negative form، وهو الشكل ديال النفي. تنديروه ب did اللي هو auxiliary do في simple past، وكنزيدو لها not اللي ديالنا لا نيغاسيون، وعاد نزيدو the verb من بعد ما كنحيدو ليه to. مثلا verb to like، Anas did not like the match. Anas هو subject، did not هو auxiliary plus not، like هو the verb ملي حيدنا ليه to، ولا لنا bear infinitive like. هذه full form ديال did not.
نديرو short form كتولي أنس didn't like the match.